تأتي الذكرى السنوية 42 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذا العام، ومجلس التعاون يمضي بمسيرته المباركة وفي عقده الخامس لتحقيق أهداف وطموحات أبنائه. وبهذه المناسبة أقامت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الرياض حفلا برعاية أمير منطقة الرياض وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا من الرياض. برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أقامت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حفل الاستقبال بمناسبة ذكرى مرور 42 عاما على قيام مجلس التعاون بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي الخليجي والعربي والدول الصديقة. خلال الحفل أشاد الجميع فيما حققته مسيرة مجلس التعاون من إنجازات عظيمة، مقدرين عن بالغ الامتنان والتقدير لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لما يولونه حفظهم الله من دعم واهتمام بمسيرة العمل الخليجي المشترك، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس لمزيد من التعاون والترابط والتكامل. نستشعر اليوم بفضل من الله وقوته نعما عظيمة أنعم بها على دول مجلس التعاون، منها الأمن والأمان والخير الوفير، كما أنعم الله علينا بقادة حكماء وعظماء قادوا هذه المسيرة المباركة نحو الرخاء والنماء. بدأها قادة مؤسسون أرسوا قواعد البناء لمنظومة مجلس التعاون إلى أن بلغ عمر هذه المسيرة المباركة عامها 42 محققة إنجازات نفخر بها على مدى عقودها الأربع الماضية، متطلعين بإيمان عميق للإنجازات القادمة بإذن الله تعالى. وجاء إنشاء المجلس الذي انطلق في عام 1981 إدراكا من الدول الأعضاء بما يربط بينهما من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية وإيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها. الحمد لله اليوم شهدت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقرها في الرياض احتفالية بمناسبة مرور 42 عام على إنشاء مجلس التعاون، احتفالية عكست المشاعر الأخوية الأحبية، عكست تآصل الشعوب فيما بعض، عكست ما حققه هذا المجلس من مسيرة رائعة، عكست الحب والوئام والود الذي يربطنا ببعض. منظومة مجلس التعاون تمكنت من تحقيق إنجازات بارزة حققت الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، وسخرت جهودها وإمكانياتها لتحقيق الرخاء إقليميا ودوليا. عبد الرحمن الحربي، تلفزيون مملكة البحرين، الرياض.